اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. القدس يعني الطهر، الطهارة. إذن القدس الطهارة، القدس الطهارة، الطهر. يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة، يعني يا قومي ادخلوا الأرض المطهرة. طب بدها تكون مطهرة من ايش؟ طالما هاي أرض من دون العالم كله مطهرة مقدسة، من دون العالم كله مطهرة من ايش؟ اكيد بالدرجة الاولى بدها تكون مطهرة من الوثنية، معناته هاي أرض خالصة لأهل التوحيد ومطهرة من الوثنيات وأهل الشرك، وهي مطهرة من المفاسد. كيف يعني دائما بيت دائما أهله بنظفوه ودائما بيشطفوه؟ هاي على فكرة الأرض دائما تتنظف وتنشطف. يبدو أنه بدنا نركز على الآيات القرآنية التي تتعلق بهذه الأرض حتى نفهم وين موقعنا نحن. هي أرض إذن لحظة، القدس الطهارة، المقدس المطهر، مطهر من إيش؟ بالدرجة الأولى من الشرك والوثنية ومن المشركين وعبدة الأوثان، وأيضا مطهرة من المفاسد والأرجاس. طيب شوفوا، نعطيكم شوي من تاريخها. هذه الارض، الانبياء كما تعرفون 25 نبي، اولهم ادم عليه السلام. وين كان ادم؟ ندريش، بس يبدو انه ادم كان في مكة على اعتبار ان القرآن سماها ام القرى، فهي ام الامم، على اعتبار ان معنى قرية في القرآن الكريم يقصد فيها الامة، فام الامم مكة، ولذلك اول بيت وضع للناس في مكة، فمعناته اول ما بدأت البشرية بدت في مكة بعدين انساحت. ادم، نوح، ادريس، ملموس، ابراهيم عليه السلام، وبكون ظهوره، ظهور ابراهيم عليه السلام في العراق، العراق، بعدين بتصير قصته اللي بتعرفوها ومحاولة حرقه، احراقه، ينجيه الله بمعجزة، ويأتي من العراق في مسيرة مشي الى شمال سوريا وبقي جاي الى فلسطين. ليش؟ فلسطين اللي هي 1/5800 من مساحة الكرة الأرضية، اللي هي 1/1222 من مساحة العالم الإسلامي، 1/518 من مساحة العالم العربي، ولا شيء بما فيه النقب وغيره. يعني هالبقعة الصغيرة هاي كثير. ظل جاي مهاجر، هو ولوط عليه السلام، وهو لوط يقال انه ابن اخوه لابراهيم عليه السلام، فجوا مع بعض من العراق الى فلسطين، الى ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. وسبق ركزنا على موضوع مبارك فيها للعالمين. فجاء ابراهيم عليه السلام ولوط هنا. لوط مش وارد انه له اولاد على ما يبدو،
له بنات عليه السلام. ابراهيم ولد له هنا، كم تعرفوا الارض اللي انتم فيها ايش هي الان. ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء، واللي جعله الله امة للناس، امة وقدوة. جاء الى فلسطين، وخيار اهل الارض الزمهم مهاجر ابراهيم. سيبقى خيار اهل الارض الذين يلتزمون الارض التي هاجر اليها ابراهيم. ابراهيم ولد له في هذا البلد اسحاق واسماعيل، ثم نقل اسماعيل مع امه الى مكة. والعلاقة بين مكة وفلسطين هذه لابد من دراستها بعمق من قبل الناس. اخذ ابنه بامر الله وضعه في مكة مع امه هاجر. اسحاق ولد له في هذا البلد مين؟ اسمع، يعقوب. يعقوب ولد له في هذا البلد يوسف. موسى اللي ما وطأت قدميه هاي البلد. شوفوا حكمة الله، موسى لم تطأ قدماه أرض فلسطين. بالعكس، في الأحاديث الصحيحة الكثيرة إنه لما سأل الله وطلب موسى من الله، ويبدو كان في شرق الأردن، أن يقرب من الأرض المقدسة رمية بحجر، لأنه كان ممنوع من دخولها. طب قربني يا رب منها رمية بحجر، فقربوا منها فمات على مشارفها ولم يدخلها في جبال الأردن. والأحاديث صحيحة كثيرة في أنه لم يدخلها. إذن بدأت بإبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام لاحظوا ولد له هنا في فلسطين إسماعيل وإسحاق، بأمر من الله يأخذ ولده إسماعيل مع أمه هاجر بأمر من الله إلى واد غير ذي زرع في الأرض في عند المسجد الحرام. الآن إسحاق هنا يولد له يعقوب عليه السلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لذلك رسالة الإسلام من آدم حتى محمد، عقائد الأنبياء واحدة وشرائعهم مختلفة، عقيدتهم كلهم واحدة الإسلام، وشرائعهم كانت تختلف باختلاف حاجاتهم. فمسيرة الأنبياء كلها مسيرة الدعوة الإسلامية من آدم إلى هذا اليوم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فهي إذن رسالة الإسلام. نحن الآن نتكلم عن رسالة الإسلام في هذه الأرض. إبراهيم عليه السلام، إسماعيل، إسحاق. إسحاق يولد له هنا يعقوب. يعقوب يولد له هنا يوسف وبقية الأسباط. يوسف رسول وبقية الأسباط مختلف في نبوتهم، لكن منصوص في القرآن على أنه تم يعني أرسل إليهم وحي بنص القرآن. ثم كان موسى ولم يدخلها، عجيب، مع انه اللي بيجي من مصر عن طريق سيناء اقرب، لا راحوا على شرق الاردن. شرق الاردن منع من دخولها. نحاول نفهم ليش. ثم كان داود عليه السلام في هذه الارض اقام مملكة، وداود بمنظار التوراة عبد غير صالح يرتكب الموبقات
والعياذ بالله. لكن في الدين الإسلامي هو رسول من رسل الله الصالحين. سليمان ورث والده في النبوة أيضا يقيم مملكة. نعم العبد إنه أواب. عند اليهود سليمان ساحر، ملك ظالم يجبي الضرائب الباهظة من شعبه، يعبد الأوثان إرضاء لزوجاته الوثنيات، وبقولوا هيكل سليمان، هيكل سليمان. أنو سليمان؟ الملك الظالم الساحر الذي يعبد الأوثان إرضاء لزوجاته الوثنيات عندكم، ومات كافرا ولم يكن بارا كأبيه اللي تاب شوية من ذنوبه. إذا أنو سليمان بتحدثوا عنه حضرتهم؟ يبدو هذا سليمان، سليمان الشياطين. أما سليمان النبي الصالح العبد الأواب، هذا اللي بنؤمن فيه نحن، كان هون في فلسطين وأقام مملكة صالحة في فلسطين. ثم كان زكريا، وعلى هذه الأرض مشى يحيى وعيسى، كلهم على دين الإسلام. ولا يغركم تعدد الأسماء اليوم والانتماءات اللي بيقول احنا بننتمي لعيسى او بننتمي لموسى. عيسى بريء ممن ليس بمسلم، وموسى بريء ممن ليس بمسلم، وداود بريء ممن ليس بمسلم، وسليمان بريء ممن ليس بمسلم. ملكة سبأ أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. كلهم مسلمين، يعني نفس ديننا. نعم نفس ديننا، نفس شريعتنا. اختلفت الشرائع حسب اختلاف المناهج في المدارس من اول ابتدائي الى ثاني الى ثالث، لا مش هيك؟ دين واحد في الجانب العقائدي. انتوا عم تشعروا الان يا ايوب هنا، يونس في ارجح الاقوال هنا، واليسع وذي الكفل يقال هنا. لا صالح اكيد مش هنا، هارون وموسى ما دخلوش. عجيب، ها عجيب، هارون وموسى ما دخلوش عليهم السلام. كنت بدك تسأل يا شاب من زمان شو؟ الأنبياء في القدس كيف؟ وهل هي حالتهم الروحية ولا أجساد؟ مش هذا اللي احنا نتحدث فيه، احنا نتحدث ناحية تاريخية، كيف انه هذه الأرض هي أرض الأنبياء، وهي أرض الدعوة الإسلامية من فجر التاريخ إلى يومنا هذا. في محاولة فهم ايش معنى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. أيوب ذو الكفل، اليسع ذو النون، مين اللي يعني مين اللي احنا متأكدين انه ما كانش هون، وان كان بجوز اجى في حياته هون واحنا مش دارين؟ هود وصالح، هذه البقعة الصغيرة. انت عم تفهموا يعني ايش فلسطين؟ ليش احتشد فيها انبياء الله هذول اللي ذكرت اسماءهم؟ اما اللي ما ذكرت اسماءهم فوجد على هذه الارض انبياء كثر لم تذكر اسماءهم. ولا بني اسرائيل لما كانوا يقتلوا الانبياء بغير حق وين كانوا يقتلوهم؟ وعلى كل، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وان من امة الا خلا فيها نذير، ولكل أمة رسول. ولكن إذا بتلاحظوا الأنبياء اللي ذكروا في القرآن الكريم بأسماء صريحة، الغالبية العظمى منهم جت هون، الآن الغالبية العظمى منهم مدفونة هون.
مدفونة في هذه الأرض. هي مش مقدسة لأنهم مدفونين فيها، هم دفنوا في الأرض المقدسة ومروا بالأرض المقدسة. لاحظوا، وبعضهم ولد في الأرض المقدسة، ولما موسى قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، وبيعرف أنها مقدسة قبله يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. هي سلسلة دعاة الإسلام من آدم حتى محمد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث في مكة جاء إلى هون ولم يصعد إلى السماء إلا من هون. يعني صعوده إلى السماء من وين؟ من هون. كيف اللي بده يصلي بتوضى؟ وكيف اللي بده يقدم قربان يتقرب به بيذهب للأرض المباركة المقدسة؟ واللي بده يصعد للسماء صلى الله عليه وسلم وين جاء؟ هنا هذه الأرض. إذن الناس قاعدين من ربي، الأجيال إحنا، إنهم يستشعروا قيمة هذه الأرض وروحانيتها. إحنا بنعرف على أي أرض بندوس قاعدين؟ تعرفوا على أي أرض بتدوسوا؟ بتحاولوا تستشعروا إنه لعله سليمان عليه السلام يكون قريب منكم في مكان ما، قبره ويحيى وزكريا وسليمان وداود وينهم؟ شك وإسحاق ويعقوب ويوسف وأنبياء كثر في هذه الأرض، في هذه الأرض. ولذلك هذه الأرض سيبقى لها قدسيتها إلى يوم القيامة. الآن نرجع نشوف يعني إيش مقدسة. لما قال موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني أن تدخلوها، كتب الله لكم يعني أن تدخلوها مقدسة. قلنا إيش؟ مطهرة. أذكركم، قلنا القدس والقدس يعني الطهارة الطهر، فالمقدسة المطهرة. مطهرة من إيش؟ من الأوثان وعبدة الأوثان، من الرجاسات والنجاسات، من المفاسد والكبائر. هذه أرض حكم الله أنها مطهرة. شوفوا، وستبقى مطهرة عبر الأجيال كلها. إذن هي أرض، إذا بدكم بالتعبير المحسوس، هي أرض بتنشطف أكثر من أي أرض. يعني عارفين شو يعني قصدي بتنشطف؟ يعني بتتكنس وبتنشطف أكثر من أي أرض على أرض. في أي أرض أخرى ممكن يكون في جذور للوثنيات، في هاي الأرض لا. في أي أرض أخرى ممكن يكون في جذور للدناسات، في هاي الأرض ممنوع. هاي الأرض بس ذبتة الخير اللي بيكون لها جذور، والباقي بيكون على السطح قشرة، ولو شفتوه بيكون كأنه شجرة كينة، لكن في النهاية إيش؟ على السطح. نشوف، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كتب لكم تدخلوها، ادخلوها. انتوا بتعرفوا شو كان جوابهم؟ يا موسى إن فيها قوما جبارين. ودير بالك شو يعني قوما جبارين؟ يعني قد ما يكون فيها أناس جبارين متغطرسين وقوة مادية. لازم تعرفوا ايش هاي الارض حتى تفهموا انه بتختلف القانون فيها عن قانون اي ارض في العالم كله. ما تقيسوا فلسطين على باقي بلاد العالم، قالوا له فيها جبارين. في اكثر من هيك عبارة على فكرة فيها قوة وصف لهؤلاء الناس؟ اكثر من جبارين ايه؟ وبدكم اكثر من الرعب اللي مصابين فيه كانوا بني اسرائيل مع انه على رأسهم نبي؟ طب الناس اليوم على رأسها صعلوك وبتلاقيها تستقتل.
كيف لما يكون على رأسها نبي بيخافوا بيرتجفوا إن فيها قوم جبارين لن ندخلها حتى يخرجوا منها. قال رجلان من الذين يخافون يعني يخافون مين؟ لاحظوا هذول الاثنين اللي من بين كل الناس كانوا قاعدين، هذول بيخافوش، هذول اللي ما بيخافوش، هذول اللي بدهم يحرضوا، ولكن قوموا ادخلوا اقتحموا عليهم الباب وشوفوا شو وصفهم الله. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، من الذين يخافون بيخافوا مين؟ طب ليش هذولاك بيخافوش؟ نعم، لأنه الإيمان لم يدخل قلوبهم حق الدخول. لاحظوها، لأنه الإيمان ما دخل في قلوبهم بحق، ولذلك الإنسان لابد أن يخاف، يا بيخاف الله يا بيخاف غيره. عندكم هون كان موسى عليه السلام بيخاطب قومه وكانوا كفر، ادخلوا الآن، واضح انهم خايفين. عارفين ليش خايفين؟ لأنهم لا يخافون. هم خايفين لأنهم لا يخافون، بيخافوا البشر وبجبنوا لأنهم لا يخافون الله. لذلك شو قال لهم؟ شو بقول الله؟ قال رجلان من الذين يخافون، يخافون مين؟ يخافون الله. أنعم الله عليهما بالخوف منه وإدراك حكمته وأفق وبعد نظر، لأنه كثير من الناس على فكرة بيأخذ الأمور في ظاهرها، بيشوفوا ظاهر الأمور بيحكموا، وإذا كان قلوبهم من جوا خاوية من الخوف من الله كل شيء بصير كبير، كل شيء بصير كبير في عينك، كل شيء بصير كبير في عينك إذا ما بيكون قلبك معمور بخوف الله. إذا بيكون معمور بخوف الله كل شيء صغير، تماما زي قضية من كانت الدنيا أكبر، من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، ومن كان همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه. نفس الشيء، اللي ما بيكون في قلبه خوف الله يخاف من كل شيء، ومش بس بيخاف من كل شيء، وبيكبر الوهم ويرى القزم يرى مارد، بصير يشوف القزم مارد، وزي اللي خايف في الليل ومارك من المقبرة، بصير اي صوت قنبلة. قال رجلان بس اثنين من الذين يخافون انعم الله عليهما بالخوف منه والايمان فيه وانعم عليهم ببعد النظر وادراك المسائل على حقيقتها، قالوا لهم ابدا انتوا اللي شايفينهم جبارين، هذول ولا شيء ولا شيء، اللي شايفينهم جبارين ولا شيء، ادخلوا عليهم الباب. طبعا المفسرين قالوا ادخلوا عليهم الباب اي باب المدينة، على اعتبار ان المدن قديما كانت لها ابواب، بس ما هو هيك المقصود؟ طبعا واضح، ادخلوا عليهم الباب ايش يعني؟ يعني اقتحموا، والباب يرمز الى اشياء باعتباره مدخل الاشياء، شك الباب مدخل الاشياء، الباب الاول والباب الثاني والباب الثالث، اذا بتلاحظوا في الكتب يعني كلمة باب مش معناها يعني الباب الحديد. ادخلوا عليهم الباب يعني اقتحموا انتوا، بس انتوا اقتحموا، حددوا اهدافكم واقتحموا وشوفوا، انتوا مش عارفين. ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. شوف هذا من الناس اللي انعم الله عليهم، يخافون الله، فانعم عليهم، كانوا اجرى الموجودين لانهم بيخافوا الله. ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. الان منين عرفوا على فكرة انه ادخلوا عليهم الباب
فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ممكن لصدق إيمانهم وحسهم والشيء اللي بيشوفوه الناس الخايفين عمالقة هم بيشوفوه لا أبدا، لما بيكون في إيمان بالله واتكال عليه وخف منه فقط كل شيء بيكون على فكرة صغير أمامك. طيب، ولكن في إشي ثاني حبيت ألفت الانتباه إله أكثر من غيره، إنه طالما الله بيقول عنها مقدسة أي مطهرة، مطهرة من إيش؟ من الأوثان والوثنيين ومن الأرجاس والمفاسد والكبائر ومرتكبيها، معناته شو معنى أرض مقدسة؟ انتبهوا الآن، معناته هذه الأرض الشجرة الخبيثة فيها جذورها في السطح، اي هزة حقيقية تسقطها. انتم مدركين الان وين موجودين؟ انتم موجودين في ارض لا تقبل ان تستمر فيها وثنيات، انتم موجودين في ارض لا تقبل ان يستمر فيها رجاسات. الوثنية على السطح والارجاس على السطح ولا يعمر فيها ظالم. ليش؟ مطهرة، كل فترة وفترة بتتنظف، كل فترة وفترة بتتنظف، ويجبى إليها خيرة العباد. باقي الأراضي، باقي الأمم لا، ممكن تجذر فيها الوثنية، تتجذر، ممكن المفاسد يكون لها عمق، ممكن تدوم المفاسد والمفسدين، هاي الأرض لا. ورسالة الإسلام من أول يوم في هاي الأرض، من آدم حتى محمد، هنا الأرض المقدسة. وهذه الأرض اللي لو كل العالم صار وثني هم لا، انتهى من وقت ما جاءت رسالة الإسلام. وسبق وبهمش نرد نكرر، قلنا الشام من النيل الفرات وأقدسها فلسطين. يا شام أنت خيرتي من بلادي أجتبي إليك خيرتي من عبادي، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. إذن ليش هي أرض رباط على فكرة؟ ليش هي أرض رباط؟ أرض رباط لأنه باستمرار في تطهير، أرض مطهرة مشان تكون قدوة كل الأراضي، مشان بركتها تعم العالمين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وكثير لفتنا الانتباه انه ما يحصل في هذه الارض دائما له انعكاسات، انعكاسات عالمية. ونكرر كويس، هنا وضع حد للرومان، هنا وضع حد للمغول وافسادهم، هنا وضع حد للصليبيين ومفاسدهم. العالم الاسلامي كله ما قدر يوقف في وجه الصليب، هون هون انتهى نابليون. نابليون اللي كان بده من عكا ينطلق يوصل الهند ويقتحم كل العالم الاسلامي، نابليون اللي احتل مصر بملايينها وخض عطله، هم كان حتف نابليون، وحتى لما رجع كانت نهايته في بلاده. هون هاي الارض للفاتحين، لاحظوا اللي بدهم يسيطروا على العالم دائما بيحاولوا يسيطروا على هذه البلد، اللي بدهم يكيدوا وينهبوا الامم بيحاولوا يضعوا رجلهم في الارض المقدسة. فرحمة الله بعباده انه جعل على الارض قطعة ارض مقدسة لا تقبل الدنس ولا تقبل الوثنية، وتبقى طور الاجيال هي الارض التي تطهر، مطهرة بشكل مستمر. ولذلك كما قال البعض هي ارض الملاحم الاسلامية على مدى التاريخ، ملاحم الايمان كله هون فيما مضى وفيما يأتي، فيما مضى وفيما يأتي. لما اليهود تغطرسوا وقالوا احنا شعب الله المختار، شو يعني شعب الله المختار؟ كأن الله الرحيم بعباده اللي خلق العباد اختار ناس منهم مشان يكونوا مش رسل
ومش دعاة خير؟ قال ناس يتكبروا عنا. فلما زعموا وعلى أساس من الدين أن الله اصطفاهم، اصطفاهم عن الناس اصطفاء كما اصطفى الإنسان على الحيوان، وبدهم يحتقروا عباد الله، هذه النظرة المتكبرة اللي تجعل من اليهود شبيه إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر. شوفوا هم نفسهم اللي بيقولوا إنه إحنا شعب الله المختار، هم انتبهوا الآن اللي بيقولوا هاي الأرض إلنا، اللي بيقولوا إحنا شعب الله المختار، هم اللي بيقولوا هاي الأرض إلنا. طب اللي بيقولوا شعب الله المختار ما قالوش الصين إلنا، ما قالوش فرنسا إلنا، ما قالوش تركيا إلنا، مش هيك؟ مين اللي إلهم؟ من النيل للفرات الأرض المباركة أو المقدسة على أقل إشياء، يا المباركة يا المقدسة. لطيف هذا، عارفين ليش؟ لأنه هاي هي الأرض اللي فيها ضمانات إنه أي فاسد جذوره على السطح ويسهل اجتثاثه، يسهل. ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا. لحد الآن زعماءكم الجواسيس في العالم العربي والإسلامي هم اللي بوجدوهم، لم يدخل عليهم الباب أحد في يوم من الأيام. اللي شايفينهم بتغطرسوا، اللي أوجدهم الجواسيس اللي بيقبعوا في عمان وفي القاهرة. الجواسيس اللي بيقبعوا هنا وهناك لا يزالوا بيستذلوا الأمة وبيكبحوا جماحها، وبيمنعوها إنها ترتقي وتملك إرادتها. المؤامرات الدولية على العالم الإسلامي كله هو اللي مخلي اليهود صوروا. صور البقعة الصغيرة هاي قديش هي بترفض، ورفضها هائل إلى درجة حتى تثبت إسرائيل كرسيها هون. شو لازم تخلي نظرها بكل العالم مشان تظلها هون؟ طب اقعدوا فيها ودافعوا عنها. هم عارفين إنه عرشهم في هذا البلد لا يدوم إلا إذا ضربوا، لاحظوا، أذرعة الأخطبوط. وين يضربوها؟ في كل العالم الإسلامي وفي كل محل، ويخرب شو في كل محل بس مشان يظلوا هون. هاي أرض بترفض. شفتوا كيف الجسم البشري الله خالقه لما بتدخل في جراثيم أو بدخل في عنصر غريب بيرفض. هذه الأرض مقدسة، ترفض الباطل، مطهرة من أي دنس. الجرثومة لما بتدخلها بتستقر. فحتى يثبتوا أنفسهم شو بيعملوا؟ بيقوموا بمؤامرات عالمية وبيلتفوا التفافات بس مشان يظلهم موجودين هون. والعالم الغربي بيعرف انه من هون بيقدر يتدخل في باكستان، من هون، وهي أرض مقدسة. افهموا انه لو كان في رجال حق يخافون، لو في من الذين أنعم الله عليهم لأدركوا إن إسرائيل لم تخض حرب إطلاقا حتى الآن، وكل اللي انتم شايفينه كان عبارة عن مسرحيات بالعكس من أجل أن تبقى إسرائيل، والجواسيس لا تزال موجودة، والأردن بعيد التجنيد الإجباري قال الآن مشان يقاتل مين؟ الأردن بعيد الآن التجنيد الإجباري مشان يقاتل مين؟ عرفتوا مين اللي مثبت إسرائيل من أول يوم؟ لا، بدأت الآن عوراتهم تنكشف، كلهم عوراتهم تنكشف. مين اللي كشفها؟ هاي الأرض المباركة، هاي الأرض المباركة اللي لما بتم فيها حسم أي مسألة بيستفيد العالم كله. لما حسمت المعارك مع الصليبيين أوروبا انتعشت. أصلا الصليبيين لما رجعوا مهزومين من هون رجعوا بيحملوا فكر وحضارة، ومن هون بدأت ما يحصل هون بركة عالمية. ولكن أنا اليوم بركز على أنها مقدسة. إيش يعني؟ افهموا إنها مطهرة، يعني افهموا إنه لا يمكن أن يكون الدنس فيها إلو جذور على السطح.
شو يعني استطع؟ يعني اذا بتفهموا مظبوط وبكون فعلا دخول مظبوط من الذين يخافون وانعم الله عليهم بيدخلوا عليهم الباب راح يتفاجئوا انه الجماعه فريتهم وهم. واذا بدكم تعرفوا انهم وهم ولا لا، حدث واحد بصير معهم، حدث واحد بصير عندهم تهتز البلد كلها، هشين الى ابعد ما تتصور. اليهود اعلام اكثر منهم واقع، لحد الان لم تحصل حرب حقيقية. واذا بتذكروا زمان جبنا على ألسنتهم، على ألسنتهم قادتهم، بس يبدو نسيته، ايام الانتفاضة لما تحدثنا وقلنا انه بعض زعمائهم شو بقول، بقول لهم لليهود بنصحهم، بقول لهم اياكم انكم تمسوا الدين، لانه اذا مسيتوا الدين راح تتفاجئوا بحرب حقيقية. يعني شو بقول لهم؟ ما احنا ما خدناش حرب، لانها كلها حروب وهمية، كل اللي خايفينه حرب حقيقية، فاذا هي مقدسة. اياكم اياكم تعتقدوا انه ما يحصل في اي بلد في العالم ممكن يحصل هون. هون قانون مختلف، بامكاننا نستغل هذا القانون المختلف. فان الله قد تكفل لي بالشام واهله، متكفل. خيرة ارض الله يجتبي اليها خيرة من عباده، الملائكة باسطة اجنحتها، الانبياء هنا مشت والانبياء هنا في قبورها. هون وين بد يعني حولك في اي مكان ممكن، في اي مكان ممكن. احنا بس نستشعر ايش هاي الارض. بعدين اللي بدي اقوله انه العالم الاسلامي كله، العالم الاسلامي كله بيعرف هذا الكلام اللي بنحكيه الان ومكانة هذا البلد. احنا كفلسطينيين ليش ما نستغل انه العالم الاسلامي كله بينظر لهذا البلد بمنظار خاص، وعندنا 1,200,000,000 مسلم، ليش ما نعمل على استغلال هاي الفرصة؟ من نعمة الله عليكم انه فيها الاقصى، من نعمة الله عليكم انها الارض المباركة، من نعمة الله عليكم انها الارض المقدسة، في اسلحة في ايدنا فتاكة، وبنظل النوح، ويا بي ضربونا ويا بي ذبحونا اليهود. طب هو في عندكم مجاهدين يتحركون في كل بلاد العالم العربي والاسلامي، بتحركوا تحرك انهم يقاتلوا اليهود في كل مكان. وين تبي يفطنوا الفلسطينيين لهالسر؟ وين تبي يبداوا يبحثوا عن العمق العربي والاسلامي الحقيقي؟ هذه مش بلد الفلسطينيين، هاي بلد الدعوة الاسلامية منذ ادم حتى محمد، هذه الارض المباركة، وهذه الارض اللي الله قدسها ولن يسمح بان يستقر فيها لا وثنية ولا الحاد ولا فساد. واللي بسقطوا في هذه الارض نوعين، نوع بيسقط لانه ساقط، وهذا بيكون ذنبه عظيم في الارض المباركة يفسد، ونوع بيسقط شهيد وهو صالح. فانا بتصور انه احنا مش بحاجة كثير نقعد نحلل سياسيا وشو بصير وشو بصيرش، نعرف وين احنا موجودين. بدنا نقتل؟ طب ما الانبياء قتلوا في هذه الارض الزكية من قبلنا. لكن كما حصل مع صلاح الدين راح يحصل في فلسطين. يا قومي ادخلوا الارض المقدسة، هذا ما قصدت. اذا انه الارض مقدسة، ونفهم ما معنى انها مقدسة. يا شيخ عدم دخول موسى، ليش ما دخلش موسى عليه السلام؟ انا الحقيقة مرات بتسأل تساؤلات على اساس الناس تفكر، يعني ما ناخذ النصوص هكذا. لكن باختصار اذا بتلاحظ سبحان الله، يعني اليهود الان، اليهود بدوره
بدوره على دلائل في داخل فلسطين مش لاقيه، لا اثري ولا غيره. وحتى موسى اللي بيقولوا احنا اتباعه عليه السلام، طب ما هو موجود هون، ولا هو ولا هارون ولا وطئت قدما هذه الديار. لاحظوا، ما وطئت قدما هذه الديار، فكأن قدم موسى، قدم موسى الطاهرة الطاهرة اللي وطئت الارض الوادي المقدس طواه، افهموها، قدم موسى عليه السلام الطاهرة التي وطئت الوادي المقدس طواه لم تطأ الارض المقدسة هنا، كأنه حتى لا تأتي ارجل نجسة تزعم انها من اتباع موسى وتمشي في هذه الارض بزعم انها تتبع خطى موسى. وموسى عليه السلام لو بعث من قبره اول من يقاتلهم، وهو قال لهم على فكرة، قال لهم انتوا راح تفسدوا، انتوا راح تعملوا 1 2 3 4 5. مات موسى عليه السلام كما يقولونهم في سفر بسموه سفر التثنية، اخر كلام يقول موسى يحكم عليهم بانهم سيفسدوا وسيزولوا من هذه الارض. حتى يعني سفر التثنية هذا وانتوا بتعرفوا التوراة فيها حق وفيها باطل، يعني حرفت، شو يعني حرفت؟ يعني فيها حق اختلط بالباطل. في اخر السفر عارف شو بقول لهم؟ سفر التثنية اللي هو اخر سفر في اخر كتاب في التوراة، السفر الخامس، قبل ما يموت شو بقول لهم؟ بقول لهم رب العالمين بجمعكم بهاي الارض، برد يجمعكم من بين الامم من الشتات، بجمعكم من الشتات، وبقول لهم انه راح تفسدوا في الارض هاي. وشو راح يصير؟ اسمعوا من بعض الكلمات اللي بقولها، بقول لهم ملح وكبريت الارض، كل الارض ملح كبريت، لا تنبت نباتا ولا تخرج زرعا. طيب ممتاز، لحظ، وبقول من ضمن ما بقول حتى يقول الجيل الاخير بنوكم والامم التي، لحظ، الامم التي تأتي الى هذه الارض لما تشوف الدمار اللي بيحصل فيها بقولوا، بتساءلوا، بقولوا ليش الله سبحانه وتعالى نزل غضبه على هذه الارض بهذه الطريقة؟ قال فيجاب ويقال لهم لانهم تركوا شريعة الله. موسى في اخر كلامه بشرهم بالقتل في هذه الارض، موسى عليه السلام في اخر كلامه كما هو وارد في توراتهم بشرهم بالقتل في هذه الارض، نار وملح وكبريت لا تنبت نباتا ولا تخرج زرعا، حتى يقول الجيل الاخير بنوكم والامم القادمة من اقاصي الارض لماذا يعني انزل الله غضبه على هاي الارض؟ بيكون الجواب لانهم تركوا شريعة الله. مش صدفة انه اليهود اجوا هون، قد من فلسفها ومصلحة بريطانيا ومصلحة المانيا والتقاء المصلحة الصهيونية العالمية مع الرأسمالية والى اخره، بتجد ملهاش تفسير الا انه هذه الارض مش بس هي مطهرة ومطهرة، هذه مطهرة ومطهرة، لذلك ما في اطهر من النار، طاهرة ومطهرة، هذه الارض نار على المفسدين وعلى الوثنيين، طاهرة ومطهرة. الفساد دائما بيلقى حتفه هون، ومن هون تتلمذ البشرية. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.